هيدا العرض حسب ما أنا شفته ما بيمثل بيئة واحدة بس أو حالة نساء ببيئة واحدة فقط، بيمثل حالة النساء بكتير مجتمعات ريفية مدنية متعلمة أمية. يعني بحكم أنا عملي كوني مدرس بالتعليم الثانوي، فأنه احتكيت بكتير بيئات كلها عندها نفس التفكير. هيدا بيئة على فكرة للذكور والإناث، يعني هلا هي المسرحية كانت عن الإناث، بس دائما العيب والجسم العيب والهص ولا وأصحكم وانتبهوا. وعلى فكرة هيدا يعني أنا حبيت العرض لأنه عم يحكي عن النساء اللي ما بيقدروا يحكوا قصصهم، بس هو فعليا أنا حسب تجربتي مع الفئات الشابة كوني بعلم بتعليم الثانوي، هيدا إشكالية عند الذكور وعند الإناث. دائما عنا بمجتمعنا العربي في إشكالية مع الجسد مع الذات مع الأفكار مع الأحلام، لازم نشبه الجماعة، وكتير بخوفوكي من قصة إنه لا ما بدي أطلع من الجماعة. يعني خوفي من أطلع من الجماعة أكثر من إني أنا انه بدي اعمل انا اللي بحبه، مش ضروري يكون شيء عيب. انتبهي يعني هذا شيء كتير مهم. هلا هيدا مسج لكل المجتمعات انه احكوا شوي مع الشباب انه شو هي احلامهم، شو نظرتهم لنفسهم، كيف ممكن انه يعني يكونوا بمجتمع مختلفين بس بيشبهوا. يعني مش اذا انا مختلف او بفكر بطريقه غير او عندي احلام يمكن غير انه انا لا بدي خاف منها. الحوار بين الاهل والولاد كتير مهم، لانه دائما هيدي قصه الجسد اللي شو بيقولوا اللي بتجهله بتخاف منه، فدائما هيدا اللي انا بخوف. ليش بدي خاف منه؟ لا بالذات المراه اكثر من الذكور، لانه دائما هي هيدا مبدا الشرف والعيب والعيله. هلا بالرغم من الاوضاع السيئه جدا الاقتصاديه في لبنان، بس لبنان لو شو ما صار بضله هو مناره الشرق صراحه. انا بسبب يعني مشاهدتي اكثر من عرض مسرحي باكثر من مكان، بعدهم عم بيحاولوا، لانه المسرح مش بس ابو الفنون، هو الحياه لاي مجتمع. عشان هيك لبنان بعده عم بيصارع بالمسرح وبكتير عروض مثل هيدا وبتشبهها واحلى واقل، بس بضل في حركه. المهم صراحه عن طريق الفيسبوك ونحن مجموعه اصحاب كل فتره بنروح بنتابع كل الاحداث الثقافيه، فبالسوشيال ميديا واجينا التقينا هون لقاء ثقافي هيك مثل موعد يعني دائما بين رفقه.